حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. معانا موضوع غريب جدا ومحرج جدا، موضوع زائد 18. عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري التقى بباتريس موسيبي او موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، ونشروا هم خبر عندهم كده من يومين، يعني بعض الحسابات السوشيال ميديا عندهم المختلة تداولت هذا الخبر بأنه عاجل الاتحاد الأفريقي يدرس إمكانية انضمام منتخب الصحراء الغربية. مش عارف المنتخب ده فين، ده فين المنتخب ده؟ مش عارف هم عندهم منتخب هم اللي عاملينه ولا ايه، ما تعرفش يعني. المهم، والتاني بقى رايح بيقابله يا باشا وبيسلم عليك، مساء الفل يا باشا، مساء الفل، راح مديله واحدة زنفولة في دماغه، قال له اتمنى تواجد افضل المنتخبات طبعا بالكاف كرئيس للكاف، وساند جميع الدول المتواجده هنا، واساند كل منتخب من ال 54 دوله افريقيه. الله، فين الدوله ال 55 يا واد؟ فالتاني بقى راح عامله الله الله، يعني هو بيسلم عليه وواثق في نفسه، او بيسلم عليه بايديه الاثنين كده وناقص يحضنه ويبوسه، وبعدين راح قايل له اساند كل منتخب من ال 54 دوله افريقيه. طيب هم طبعا عنده هو هم 55، لان هو معتبر البوليساريو والصحراء الغربيه دي دوله، فده تبون، فطبعا ده اتصدم، فاكرين هاني رمزي؟ يا عيني ده اتصدم، راح ايه متنح كده، قال له اظن ان يمكننا، بصوا بقى الجمله دي، وقال له اظن اننا يمكن ان نكون فخورين بهذه الدوره الممتازه في المغرب. اظهرنا للعالم ان في المغرب وفي افريقيا لدينا بنيه تحتيه لكرة القدم من الطراز العالمي. الله أكبر عليك، الله أكبر عليك. والتانيين راح أقول لك عاجل الاتحاد الأفريقي يدرس إمكانية انضمام منتخب الصحراء الغربية. طب منين يا ابني بيدرس، ومنين الراجل راح جاي مديله في دماغه واحدة في القصف جابها في النص في المنتصف كده، وقال له ال 54 دولة أفريقية. خلوا بالكم، كان ممكن متسيبي ما يقولش الرقم، يعني كان ممكن يقول له مثلا، وكلكم أكيد فاهمين ده، كان ممكن يقول له أنا بتمنى وأساند كل دول أفريقيا، إنما الراجل قال له الرقم ليه؟ دي مقصودة، مش عبيط هو برضه، خلي بالك، دي مقصودة عشان يقول لهم 54، الدولة رقم 55 دي عندك أنت بقى مش عندنا إحنا يعني. وبعدين قنوات الجزائر طبعا ما ذكرتش الجمله دي، لانه اصلا كمان في مصيبه انه من امام مقر قصر المراديه بالجزائر يعتبر رسميا انه موتسيبي قال انه لانه لا يعترف بالبوليساريو ولا يعترف بدوله اسمها الصحراء الغربيه، وده منين؟ من قلب الجزائر، من امام قصر المراديه، فدي طبعا يعني قصف جبهه بالالوان. ف بالتالي القنوات بتاعت الجزائر طبعا ما زعتش القصه دي خالص، ولا جابت سيرتها، ولا كانها اتقالت، ولا جابوا سيره برضو حته لما قال انه المغرب احنا فخورين بيه، وانه المغرب اثبتنا انه في المغرب وفي افريقيا لدينا بنيه تحتيه لكره القدم من الطراز العالمي، ولا الكلام ده خالص. رغم انه المنتخب الجزائري زي ما قلنا قبل كده، او الانديه الجزائريه كمان بتروح تلعب ماتشاتها في المغرب، واحتاجوا كتير قوي للملاعب المغربيه، لمدينه مراكش اللي هم بيشتموها وبيقولوا عليها كلام مش كويس، راحوا لعبوا هناك كوره، وبالماضي طلع شكر في القصه دي، لكن ما لناش دعوه، احنا لما حد يشكر في المغرب او لما يطلع موتسيبي يقول كلمتين كويسين على المغرب احنا ما نجيبش سيرته، لما يطلع موتسيبي يضربنا يدينا واحده قصف جبهه ويقول لنا انه من امام قصر المراديه يقول انه هو لا يعترف بكيان وهمي اسمه جبهة البوليساريو ولا الصحراء الغربية، يبقى احنا نعمل عبط يا عم ونمنتج الحتة دي يا باشا، قص يا باشا، زائد 18 فين الرقابة يا باشا، قص يا باشا، عشان احنا مش عايزين الكلام ده يتقال. قبل كده برضو فوزي لقجع لما اضاف بند في الكاف بيمنع وجود اي عضو في الاتحاد الافريقي ملوش عضوية في الامم المتحدة، وكان وقتها الرئيس الاتحاد الافريقي في الاتحاد الافريقي كان جزائري، وطبعا الراجل الجزائري ده عشان وافق على القرار بتاع فوزي لقجع دي تبقى مصيبه، ما هو ده بالنسبه لهم مصيبه، ده انت كده معناه انك انت شايف انه لو البوليساريو او الصحراء الغربيه اللي عندها منتخب فيه ميسي وكريستيانو تقريبا، احنا مش عارف عليهم بنتكلموا عليه ليه ده اصلا. المهم يعني انه ازاي بقى انت تقبل بده كجزائري، ازاي توافق فوزي لقجع ان هو يقول انه مفيش حد مش عضو في الامم المتحده يبقى عضو في الاتحاد الافريقي؟ وطبعا راحوا طاردينه كالعاده، يعني زي ما هما بيعملوا دايما، راحوا طاردينه. اي حد يعمل حاجه بوزيتيف تجاه المغرب يطرد، اي حاجه، اي ده لو جزائري يعني،
اي حد يعمل اي حاجه بوزيتيف تجاه المغرب وهو مش جزائري يبقى بياخد رشوه، او المغاربه بيدوا له فلوس، او ماسكين عليه سيديهات. ده اللي احنا اتعودنا عليه خلاص، او بيتجسسوا عليه بابلكيشن بيجاسوس. ما هو مفيش حاجه ثالثه، مفيش غير كده. انما بيحب المغرب؟ لا. انما بيقول الحقيقه؟ لا. انما بيدافع عن المغاربه او بيحب المغاربه او بيتكلم بالحقيقه وبيقول اللي في ضميره وجواه؟ لا. انت النهارده اعمل، اتحداك انت النهارده كمغربي اعمل نفسك مش مغربي، مش مغربي، واطلع سجل فيديو باللغه العربيه الفصحى، ما تقولش، ما تتكلمش باللهجه المغربيه، وقول المملكه المغربيه دوله عظيمه وبلد عظيم وانا اعشقه وانا احبه وانا احب الشعب المغربي، بس كده، ما تقولش حاجه تانيه، ما تجيبش سيره الجزائر خالص. هتتشتم برضه. لان انا لما غنيت اغنيه مغربيه اتشتمت، ما كنتش لسه عملت اي حاجه، ما كنتش لسه اتكلمت في اي قصه. فالمهم يعني انه باتريس موتسيبي بدل ما يروح هناك يقول لهم الكلمتين اللي هم عايزينهم ويقول لهم الحاجات اللي هم عايزين يسمعوها، راح قال كلام عكس تماما اللي هم عايزينه، واداهم واحده زومبليح عملت شغل عالي قوي، وهم طبعا قصقصوا في المونتاج، لكن احنا مالناش علاقه باللي بتقصقص في المونتاج، احنا كده كده مش بنتفرج على القنوات دي يعني، لكن احنا عارفين اللي اتقال وسمعنا اللي اتقال، واللي اتقال امر بقى العالم كله بيقوله، انه مفيش حاجه اسمها جبهه البوليساريو، انه جبهه البوليساريو هي جماعه ارهابيه وقائدهم سواء الحالي او السابق او كلهم ارهابيين، والكلام ده عدنا وزدنا فيه كتير، وكل ما يطلع حد جديد او حد يمسك الاتحاد الافريقي او حد يمسك اي مكان في منصب في افريقيا او اي حاجه ليها علاقه بافريقيا لا يعترف تماما بجبهه البوليساريو ولا بالعصابات الميليشيات المسلحه دي، ولا بيعترف بحاجه اسمها دوله اسمها الصحراء الغربيه، في حاجه اسمها الصحراء المغربيه اللي كلنا عارفينها اللي فيها مدينه العيون الجميله. فدي صفحه حابب ان انا اعرف رايكم فيها وتعليقاتكم. بطلب منكم طلب مهم جدا، ما تنسوش تعملوا لايك، مهم جدا يا جماعة لايك، لانه حصل هبوط غريب جدا لقناتي، وده حصل من فترة طويلة الحقيقة، وبلاحظ كمان انه في ناس تطلع تقول كلمتين على المغرب او تتكلم كلمتين من اللي احنا مثلا بنقولهم دول، الاقي ان هم وصلوا للمغاربة اسرع مني، فانا واضح ان بيجي عليا شكاوي كتير، وانا كل اللي انا يعني بعمله ده هدفي منه ان صوتي يوصل لكم، وان انا الكلام اللي انا بقوله يوصل لكم، وان انا اي حاجه بطلع اتكلم فيها واتناقش فيها معاكم توصل لكم، لان انتوا عارفين ان انا بحب تواجدي معاكم جدا، وامبارح قلت الكلام ده برضو على الفيسبوك. ف لما بلاقي حد لسه ما يروح طالع عامل فيديو كده صدفه، عامل فيديو متكلم على المغاربه، والاقيه صوته وصل للمغاربه كلهم وانا مش عارف اوصل صوتي للمغاربه كلهم، فبستغرب جدا. فاهم حاجه ان احنا نعمل لايك، عشان يمكن ده بسبب التبليغات، لانه اكيد انا مش بعمل حاجه او مش بقول حاجه بتزعلكم مني او بتبعدكم عني مثلا. فانا في الاول وفي الاخر بنتج اغنيات عشان المملكه المغربيه، وبحب اغني للمغاربه، وبحاول اعمل برامج تربط ما بين العلاقات المغربيه والمصريه. فالمهم ده مهم جدا، دعموه كنتوا ليا عشان صوتي يوصل لاكبر عدد من المغاربه، ما احسش ان انا في وقت ما بكلم نفسي اخر فيديوهين عاملين 600 و700 مشاهده فضيحه يعني لو بكلم مستحيل. ف يعني نهتم قوي بنقطة اللايك دي على قد ما نقدر عشان صوتي يوصل لكم بأكبر قدر ممكن. بشكركم شكرا جزيلا في نهاية الفيديو، وتعليقاتكم قولوا لي رأيكم في صفحة موتسيبي، وتحياتي والسلام عليكم. ونسيت أبارك للبوقات الأطلس لوصولهم نهائي كأس أفريقيا، البنات الرائعات، تحياتي ليكم دايما، كرة القدم المغربية والرياضة المغربية في تقدم دائم، والسلام عليكم.